اسمعوا هذه اخوتي، على عهد بالوفاء والاخلاص للوطن، فمهما تعلو التحديات وتتفاقد، مقاتلي الفوج 104 للمناورات العملية قادرون على الصد بأعنف الرجوم. اللي ما شوكش لحمو من هذه خاوتي ما عنده مشكل مع الوطنية الجزائرية تاعو. المهم خاوتي خليني نشرح لكم على صدمتكم ديريكت بهذا الفيديو القاصح اللي حقا خلى لحمي يتشوك. هذيك الفرقة الخاصة عطولها فرقة 104 كانت تدير مناورات، هذيك المناورات حقا أرعبت الأعداء. الآن خوتي الجزائر تعتزم زيادة قوتها العسكرية من خلال اتفاقات ضخمة وجديدة بين مختلف الدول يعني الرائدة في صناعة الأسلحة، يعني المتطورة والعظمى في صناعة الأسلحة. عندك رئيس رجب الطيب أردوغان التركي يعني راه قادم إلى الجزائر، أيضا من ناحية ثانية عندك رئيس عبد المجيد تبون راه رايح إلى إيطاليا من أجل تعزيز التعاون العسكري، حيث مؤخرا كما راكم شفتوا جاء وزير الدفاع الإيطالي بنفسه إلى الجزائر وتحدث مع الرئيس عبد المجيد تبون حول تعزيز التعاون العسكري بين الجزائر وإيطاليا، والهدف هو يعني تولي الجزائر هي أقوى دولة في إفريقيا عسكريا. هذا لأن إيطاليا تثمن العلاقات بين الجزائر وإيطاليا أكثر من أي دولة أخرى. يعني شفت في التعليقات الكثير من الناس عاد يقولوا لي لا رد بالك، إيطاليا في الحقيقة عدوتنا لأنها غربية ولأنها مسيحية. ولكن خاوتي حلوا عينيكم وبداو تشوفوا، شوفوا الدول المسلمة واش عم يديروا، شوفوا السعودية كراهي تطبع مع الكيان الصهيوني، شوفوا المغرب كراهي تحقر في الصحراء الغربية، شوفوا الدول المسلمة واش يدير، شوفوا الإمارات خاوتي دوك خلاص. يعني صح الدول المسلمة نقعدوا خاوة بين شعبنا وشعبهم، ولكن كي تلحق سياسة الدولة كل واحد يجري على روحه. الجزائر راهي تولي أقوى يوما بعد يوم باتفاقاتها العسكرية الضخمة. أنا خاوتي بخصوص الأخبار العسكرية لهذا والهدف من هذا الفيديو، كانت هنالك مناورات عسكرية ضخمة يعني تخلعت كفاه، ما لقيت بزاف مواطنين جزائريين يتحدثوا عليها. يعني من أفخم المناورات العسكرية وهي مناورات تاع مختصة في الجوية الجزائرية، يعني القوة الجوية الجزائرية. هذيك المناورات أظهرت فيها الجزائر عضلاتها الجوية المرعبة التي أثارت حقا الرعب في قلوب الصهاينة والدول اللي رايحة بالضرر إلى الجزائر. أيضا خاوتي كان حتى أخبار تقول بلي ميزانية الجيش القادمة، لأنه هذه الميزانية تاع الجيش تاع السنة كانت 18 مليار دولار، كان راهم يقولوا بلي ميزانية الجيش القادمة لسنة 2024 راح تكون أزيد من 25 مليار دولار. هذا الأمر خلق جدل، قال لك لا نورمالمون هذوك الزيادة تاع النقود نورمالمون يروحوا في مجالات أخرى مثل يعني رفع القدرة الشرائية للمواطن وما إلى غير ذلك. ولكن أيضا كاين ناس واحد أخرين قال لك بلي إذا صدموا علينا الأعداء القدرة الشرائية تاعك مش راح تهم، مش راح تشري زعما الأسلحة، راح تشري الرصاص، كل ما يهم هو دفاع عن الوطن. وأيضا كان يقول لك بلي ومو بعد السنوات هذو كاع اللي فاتوا يعني ملي راحت فرنسا واحد ما صدم علينا. لا خاوتي راكم غالطين، صدمت علينا المروك، صدمت علينا تونس، صدم علينا الإرهاب، صدموا علينا بزاف حفايس. ولولا قوة الجيش انذاك يعني لكانت الجزائر مسحت من الارض. الان ايضا التهديدات راهي اقوى واكثر من اي وقت مضى. عندك تهديد الجارة المخزنية المخنزية اللي قدامنا خاوتي مطبع مع الكيان الصهيوني ومحتل الصحراء الغربية، ورانا شفنا في التغريدات تاعهم في التويتر كيف انهم يعني عندهم اطماع توسعية، يعني يرسموا العالم تاع المغرب تاعهم في خريطة الجزائر. عندك تهديدات ايضا من الكلبة الامارات، وعندك تهديدات من إسرائيل. كل هذه التهديدات خاوتي تحتم من الجزائر الزيادة في ميزانية الجيش والرفع من القوة العسكرية. هذا الأمر خاوتي طبعا مانيش نقولوا راني فرحان وراني ندافع على هذا الأمر، هذا أمر مؤسف أنه لحقنا لهذا الأمر، وين لازم يعني نحطوا دراهم زيادة في الجيش عوض ما نحطوهم في حفايس واحد أخرين، لكن الأمر يقتضي هذا، الله غالب. لكن خاوتي ما تخافوش، هذيك الخمسة ملاير دولار زيادة راح يزيدها راح تزيدها ميزانية ولا راح تزيدها الدولة في ميزانية الجيش. يعني تقدر تقولوا باللي الميزانية كومبلي تاع الدولة طلعت ب 50 مليار زيادة، يعني راح تكون هنالك إضافات في ميزانية الدولة لسنة 2024 أكثر من السنة الفائتة. هذا لأنه المداخيل تاع الجزائر خلال هذه السنة كانت أكثر من سنة 2022. وكما على بالكم خاوتي يعني الدول ما تعيشش شهر بشهر،
الدول تعيش يعني زعما شغل هذا العام نخدموه وندخلوا به الدراهم، هذو الدراهم نعيشوا بهم للعام الجاي. هكذا تعمل الدول وهكذا يتم تحديد الميزانيات. هذا العام يعني تاع سنة 2023 الجزائر كانت يعني مسكرة على روحها بزاف من ناحية الدراهم، كما شفتوا ما قامتش باستيراد السيارات، ما قامتش باستيراد الكثير من الأمور، هذا من أجل المحافظة على المنتوج الجزائري، إلى أن هذا الأمر كما راكم شفتوا كانت عنده يعني على كثير من الأمور السلبية، مثل النقص في الكثير من الأمور. إيه عندك الدراهم بصح ما عندكش المنتجات، وراي فايدة مالا الجزائر تعتزم تعاود تفتح الاستيراد ولا باب الاستيراد. الامر الايجابي بهذا الخصوص هو انه صح صبرنا هذا العام، ولكن ان شاء الله العام الجاي يعني سنة 2024 راح يكون فيها فرج كبير جدا، لانه الجزائر راح تعاود تفتح ابوابها للاستيراد، وراح تكون هنالك سيولة كبيرة من ناحية النقود عكس هذه السنة. لكن ما قلت لكم الجزائر كانت فقط تحاول تخبي قدر الامكان من النقود للعديد من الاسباب، احدها باش تبين بلي عندها ميزانية ضخمة كي تروح تبريزونتي للبريكس، البريكس يقبلوها، وايضا باش تبريزونتي لشنغهاي. ولكن مؤخرا كما قلت لكم لم تعد الجزائر تكترث لهذا الامر، همها الوحيد هو ارضاء المواطنين، وهذا الامر ان شاء الله راح يكون راح نبداو نلاحظوا تغيير ضخم في الاسواق في شتى المجالات، سواء في مجال السيارات ولا في مجال الأغذية. وهذا الأمر كما قلت لكم راح يكون ابتداء من نهاية سنة 2023 وسنة 2024 كاملة. أيضا راح نلاحظوا زيادة في التسلح الجزائري واكتساب أسلحة جديدة، مصانع جديدة لصناعة الأسلحة الجزائرية 100%، لأن الجزائر هكذا راح تكسب خبرات عسكرية من إيطاليا وأيضا من تركيا، فكما قلت لكم رئيس رجب طيب أردوغان راح قادم إلى الجزائر. ليس هذا وحسب، هناك العديد من الدول الأخرى اللي اتفقت معها الجزائر حول الأسلحة، منها الصين. كما قلت لكم خاوتي يعني مصطلح أن تكون صديقا فقط مع زعم الدول الإسلامية أصبح مصطلح خاطئ الآن. مانيش حاب زعما نقول لكم بلي لا لازم نعادي وكل الدول الاسلاميه، لا طبعا خاوتي، ماذا بك الدوله اللي تكون صديقه ليك تكون دوله اسلاميه. لكن للاسف الشديد راكم تلاحظوا هالايام الدول الاسلاميه يعني ولات مسلمه غير بالاسم فقط، ولكن في الجوهر وفي الداخل لا علاقه لهم بالاسلام. الان خليني نروح لكم للصح، ما هي نوع الاسلحه التي نتوقع ان ستقتنيها الجزائر وستتسلح بها؟ السو 57. صحيح أننا نتحدث عن السو 57، ولكن إلى الآن مازال الجزائر ما حكمتهاش في يدها. أيضا المزيد من الغواصات، وهذا المرة راح تكون هنالك احتمالية يعني الجزائر تطيح في يدها غواصات نووية. نعم صحيح خاوتي، هذا الأمر كنا تحدثنا عليه في السابق. أيضا كان يقولوا لي بلي حاملة الطائرات، الجزائر راح تولي عندها حاملة طائرات. خاوتي الجزائر ما عندها ما تدير بحاملة الطائرات. حاملة الطائرات مصنوعة للدول الاستعمارية اللي زعما تروح تحتل دول أخرى. الجزائر وش تدير بحاملة الطائرات خاوتي؟ حاملة الطائرات الغواصات تطيحهم، نعم غواصات تقدر تطيح حاملة الطائرات، والجزائر عندها هذا النوع من الأسلحة. أيضا الكثير من الأسلحة المدمرة الأخرى اللي راح أخلوها لكم مفاجأة، وراح نعطوكم تفاصيل أكثر حولها في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. نشكركم على المشاهدة وإلى اللقاء.